بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة. جينا اليوم بالمحاضرة رقم 6 في مادة الباثولوجي في موديول الجي اي تي. زي ما أنتم ملاحظين أنه أنا الساعة 6:30، فأنا داخل في سباق مع الزمن أخلص قبل الفطور. طبعا انسوا الوضع متدمر، بس حبيت أنه أنا يعني ألحقكم بدراستكم وما أتأخر عليكم يعني ويصير في أي تعقيدات في دراستكم. فنقول يا رب الله يقوينا يا رب اجمعين. المحاضره بعنوان فايرال هيباتايتس اند الكوهوليك ليفر ديزيز، يعني باختصار انا بدي احكي عن هيباتايتس اي بي سي اي ودي، تمام؟ راح نحكي عنهم هذولا كاملين. طيب الهيباتايتس شو يعني هيباتايتس؟ التهاب في الكبد او التهاب الكبد الوبائي زي ما احنا عارفين بالعربي، تمام؟ سمعنا عنه كثير وحكينا عنه كثير واحنا يعني في سنوات الماضيه، تمام؟ applies to acute وchronic hepatitis injury. انا عندي الهيباتايتس نوعين، يا اما acute يا اما chronic. الان عندي الهابتوتروبيك فايروسز اللي هم الاي والبي والسي والاي والدي، اما other viruses بامكانها تاثر على الكبد ولكن مش بشكل، ما عندهم هاي افينيتي للليفر، يعني ما بفضلوا الليفر بس، ولكن من اعراضهم من ياثروا على الليفر مثل الابستن بار فيروس او السيتوميغالو فيروس، مثل اليلو فيفر، اوتو اميون رياكشنز او دراج اوتوكسينز. زي ما احنا عارفين انه حكيت لكم اياها من قبل انه انا الليفر عباره عن بيعمل لي ديتوكسيفيكيشن للدراجز، بيعمل لي ميتابوليزم لهم، فشيء طبيعي لما انا اخذ اوفر دوز اوف ذا دراجز اي وود انجور ذا ليفر، صح ولا لا؟ تمام. واوتو اميون رياكشنز ممكن انه انا يعمل لي انفلتريشن، انا يصير انا عنده يكون انا عندي البلد في ات هاز تو ماني مثلا انتيبوديز، تو ماني انتيجنز، تو ماني مثلا الى اخره من الاميون سيلز، فبالتالي انا يعمل لي انجري. تمام. الكيس ستدي مشكورين زملائنا عملوا هذا الامر علشان يسهلوا علينا قراءه الكيسز، اسئله الكيسز، ونتدرب عليهم بشكل اكبر، رغم انه السلاح ذو حدين يعني انا بوجه نظري، يعني انه احنا بنتدرب صح ولكن راح تصعب شوي الاسئله، وان شاء الله انه يعني يكونوا الدكاتره على كلمتهم باذن الله انهم ما يصعبوا علينا الاسئله. بكر مشكورين جدا زملائنا. الان كيف السؤال بالحل؟ ببساطة بدك تجمع معلومات مرتبطة بعدة أمراض، أنت بكون عند بالك عدة أمراض، فبدك مثلا تلم أكبر قدر من المعلومات. يعني أنا كمهند كيف بحل السؤال؟ بطلع بقول لك 27 years old، أنا مباشرة العمر ما بهتم إليك بشكل منيح إلا في حالات أسئلة الدكتورة بشرة، لأنه دكتورة بشرة حاط الأعمار، تمام؟ لنفترض أنا مثلا حطيت العمر على جنب، تمام؟ عنده ماليزيا فتيق، طيب loss of appetite، أها عند يعني ماليزيا وفاتيج ولسوف هابيتايت، بحط ببالي مثلا مرضين لحد الان، تمام؟ من الممكن انه يكون تومر، من الممكن انه والله يكون جاستريك تومر، ممكن يكون اسوفيجال تومر، ممكن انه والله يكون ادينوكارسينوما، من الممكن انه والله يكون والله سيروسيس او ليفر ديزيز او هيباتايتس. بيقول لك افتر اميل ات كافي، اها بس احنا بنعرف انه ايش، انه انا صار انا عندي تسمم، انا صار عندي بويزنينج، انه انا والله ما يعني كيف اقول لكم انه والله يعني ما تطور في داخل الجسم، انه هاي الاعراض بلشت من بعد ما انا تلقيت عدوى، صح ولا لا؟ بقول لك دارك يورين، حلو انا بلشت اشك بشكل غالب بالجندس، تمام؟ it has mild sclerer externus at the upper right quadrant tenderness، خلص يعني انه عرفنا انه انا عندي في تقسيمه البطن بالرايت ابر كوارن في الربع اليمين فوق اللي فوق بيكون انا عندي tenderness، تمام. لابوراتوري الـ AST أنا عندي مرتفع، الـ ALT برضو عندي مرتفع. الآن بورجيكم الـ normal values، تمام. وبقول لك إنه his symptoms abate، اختفوا بعد 3 أسابيع، يعني أنا مباشرة أنا بصير أحكي إنه هذا على الغالب hepatitis A. ليش hepatitis A يا مهند؟ بقول لك إنه صار أنا عندي تسمم. hepatitis A بنتقل عن طريق الفيكال أورال روت، وهذا الإشي هسه لقدام راح نحكي، أو أقول لكم خلينا نحله آخر إشي آخر المحاضرة، تمام؟ مع أني أنا بلشت أحله، خلينا نحله آخر المحاضرة. الدياجنوسيس بدي أخذ أنا كلينيكال هيستوري إكزامينيشن، لابوراتوري تيستينج، والبيابسي بتكشف لي أنا على الهيستوريجيكال كامل. ساينز اند سيمبتومز، الساينز اند سيمبتومز بيقول لك الانفكشن وذ هيباتايتس فيروسز برودوس وايد رينج أوف أوتكمز إنكلودينج، يا أما يكون أنا عندي أكوت أسيمباتوماتيك انفكشن، يعني أنا بقول لك والله أنت قدامك الزلمة ما في إشي، او مثلا الصبيه ما فيها شيء، ولكن اللابوراتوري بيقول لك انه نتيجتها بوزيتيف بس ما مالها شيء،
تمام؟ يعني بقول لك عنده بريسنس انتي فايرال انتي بوديز، عنده هاف و اتش بي في انفكشنز، وخاصه بالتشايلد هود، ولكن انه مثلا قدامك والله ما عنده اي اعراض ما شاء الله عليه. اما الاكوت سمباتوماتيك انفكشن بقول لك يعني انا عندي اعراض. طيب من شو بتنقسم؟ بقول لك من فتره حضانه، ما قبل الاعراض، ما قبل الاعراض، في فتره الاعراض، وفي حاله الكونفالسنس اللي هم الريكفري، يعني هاي من كوفيد احنا عارفين الحكي. ها طيب، الفورمينانت هيباتيك فيلر هو نوع من الهيباتيك فيلر، يعني هو نوع من الهيباتيك فيلر، بديش انا اتعمق فيه بزياده علشان بديش اعطيكم سيمتومز والى اخره، لانه بس طلعت عليه سيمتومز وعليه اعراض ويعني وحكي شوي بكير عليه، تمام؟ لانه كونه في شغلات احنا لسه ما اخذناها لا بالهيستولوجي ولا بالاناتومي، تمام؟ باذن الله برجع انا للفورمينانت هيباتيك فيلر في حال لما ناخذ الاناتومي والهيستولوجي بشكل جيد. اوكر مع بيصير مع الهيباتايتس بي والهيباتايتس اي. الفولمينانت يعني انا بدي اياكم الان تحفظوا لي شغله، الفولمينانت وين بيصير؟ بتقول لي هيباتايتس بي هيباتايتس اي، بقول لك بالضبط. اما الكرونيك هيباتايتس، الكرونيك هيباتايتس بيقول لك انه انا بستمر لفترات منقطعه، يعني نعم صار عندي سيمتومز، عندي ما عندي وهكذا لفتره لمده 6 شهور فاكثر. البوسيبل سيمتومز بيقول لك على اللاب راح يكون انا عندي سيرم ترانزامينيزز بيكون مرتفع، راح يكون انا عندي فتيك ماليزيا لوس اوف ابيتايت وباوت اوف مايل جاندس. هاي هي السيمتومز تبعت الكرونيك هيباتايتس فور اني هيباتايتس بيصير مهما كان سببه، فتيك ماليزيا لوس اوف ابيتايت باوت اوف مايل جاندس، تمام؟ الكارير ستيت، الكارير ستيت بيقول لك هي اخطر مرحله زي ما حكت الدكتوره. ليش هي اخطر مرحله؟ بيقول لك لانه بعدي وهو ما عنده سيمتومز، يعني انت بتخيل انت بتسلم على واحد تمام والى اخره وصار معه مليون شغله، تكتشف انه كوفيد بعد ما هو عطب الدنيا، بتلاقي سلم عميت واحد، صح ولا لا؟ هذا طب بني آدم خطير، صح ولا لا؟ يعني هذا بيأثر على ناس آخرين، ما بتأثر بس هو، تمام؟ بقول لك سب كلينيكال إيفيدنس أوف ليفر ديزيز، ما بيكون أنا عنده أي شيء نو أور سب كلينيكال. اسكيتد ساينز والسيمتومز بيقول لك، قلنا قلت زي ما حكينا، فتيج اللي هي الموست كومن، ماليزيا مايلد ديسكمفورت في الابر رايت كوادرنت اللي هو محل اصلا وجود الليفر، رايت ابر كوادرنت، انوركسيا اللي هي لوس اوف ابيتايت، امبيرد بايلاري تراكت انفكشن، ممكن انا يصير انا عندي جاندس او بروريتس. بروريتس اذا بتتذكروا المحاضره الماضيه حكينا انها اسكيتد وذ بايل سولتس، صح ولا لا؟ انه انا لما انا يكون انا عندي البايل سولتس في مستوى شوي مرتفع انا عندي بالدم، فانا بكون انا عندي بروفايتس، بكون عندي حكي، تمام؟ بورتال هايبرتنشن زي ما حكينا المحاضره الماضيه، بتعمل جاستروسيفيكال فاريسس، اسايتس، اديما، سبلينوميجالي، تمام؟ امبيرد هيباتوسايت ميتابوليزم، حكينا بيعمل لي الميتابوليزم اذا ما كان صحيح فبيعمل لي سبايدر انجيوماتا، وهذا الحكي بيصير بالهايبر استروجينيميا حكينا. والهيباتيك انسيلوفيلوباثي حكينا انه الامونيا ماده جدا خطيره على الدماغ وراح تعمل لي مضاعفات جدا سيئه، فبالتالي بيجي الهيباتيك بيجي الليفر وبيعمل لي ميتابوليزم لها وبحطمها وبخفي لي اياها وبستخرج لي اياها من خارج الجسم. فاذا انا صار عندي هيباتيك انسيلوفيلوباثي فبنعرف انه انا عندي امبيرد ميتابوليزم وانا عندي الامونيا ما صار لها ميتابوليزم. ايزي بليدنج او بروزنج اللي هو ديسربشن او disrupting بالكلوتينج فاكتورز released by the liver. احنا عارفين ان الليفر بيطلع لي كلوتينج فاكتورز، فاذا انا صار عندي impaired metabolism او impaired liver failure او liver failure بشكل عام، احنا بنعرف انه انا صار عندي disruption بالكلوتينج فاكتورز تبعت الليفر. laboratory findings amino transferase قلنا ال AST وال ALT maybe elevated. ايش يعني elevated؟ بيقول لك النورمال رينج لل ALT من 7 ل 56، هاي معلومات اضافيه طبعا، هاي معلومات لكم مش للدكتورة، من الـ ALT من 7 ل 56 units per liter. يعني أنا مثلا والله لو كان 65 I will suspect it with hepatitis، تمام؟ أنا بكون أنا عندي في something wrong with the liver. أما الـ AST بكون أنا عندي من 10 ل 20 per liter، يعني إذا أنا والله كان 70 I will suspect something wrong، صح ولا لا؟ serologic testing للـ hepatitis B C D للـ OT بكون أنا عندي auto antibodies، تمام؟ من الجدول هذا ببساطة بدي اياكم، الدكتورة يعني حكت انه بدنا نعرف مين الدي ان اي فيهم الهيباتايتس بي، زي ما احنا اخذناها بالباثولوجي الفصل الماضي على ما اعتقد، انه الهيباتايتس بي هو اخذناها في الباثولوجي في المايكرو جدول الزنق اي مزنخ وضعك. الهيباتايتس بي هو الوحيد الدي ان اي، الباقي ار ان اي،
تمام. الفيرال فاميلي مش مطلوبه. الروت اوف ترانسميشن هو هيباتايتس اي اي والهيباتايتس اي هم فيكال اورال. الباقي بارنترال تمام اللي هو عن الدم بنتقله عن طريق الدم. انكيبيشن بيريد مش مطلوبه. الفريكوانسي للكرونيك ليفر ديزيز اكثر واحد الهيباتايتس سي واقل يعني بعديها الهيباتايتس بي. الباقي نيفر. الهيباتايتس اي ان اميونو كومبرمايزد بس بيكون. والهيباتايتس دي نفس نسبه البي فهي 10%. كو انفكشن بيكون يعني سوبر انفكشن. كيف يعني كو انفكشن سوبر انفكشن؟ لانه اذا انا تعرضت لهيباتايتس دي فانا راح يجي معي هيباتايتس بي از برو خلص بيجي بنتقل معاه بقول لك انت معي انا ما بروح عنك ما راح انتقل عنك ابدا نهائيا تمام. فهذا اللي بيعرضه انهم يتفاقموا الى كرونيك انفكشن تمام. نعيدها حسيت اني انا ما وصلتها بشكل منيح. طيب الهيباتايتس دي انا مثلا بيرسون انفكتد وذ هيباتايتس دي بيجي مثلا انا والله مع شخص هيباتايتس دي حكينا انصاب فيه بعدين مع مرور الوقت شوي بنصاب بهيباتايتس بي بقول لك من وين؟ بقول لك والله لما انت تنصاب بهيباتايتس دي لا تلقائيا راح يكون معك هيباتايتس بي تمام. فنسبه يعني هيباتايتس دي نفسه ما بيسبب لي كرونيك انفكشن اما وجود لانه بيجي معاه هيباتايتس بي فهو اللي راح يسبب لي كرونيك انفكشن تمام. عشان هيك بنسميه كو انفكشن تمام او بنسميه سوبر انفكشن يعني استغلال. طبعا الدكتور اعطت معلومه انه لما نسمع عن اوت بريكس بالسكولز بالكوليدج عن هيباتايتس عن التهاب كبد وبائي فهو بيكون الهيباتايتس اي لانه بنتقل عن طريق الفيكال اورال روت. فاين اوت بريك في هوسبيتال بقول لك انا مثلا التهاب كبد وبائي فاعرف انه مباشره انه هيباتايتس اي. طيب نبلش بالهيباتايتس اي. الهيباتايتس اي السطر الاول من السطر الاول بيقول لك benign self limited doesn't cause chronic hepatitis ما بيسبب لي chronic hepatitis هو يعني بحاله بيعطيني شويه تعب بعدين بروح تمام. rarely produces fulminant hepatitis يعني نادر جدا بيسبب لي fulminant hepatitis تمام. incubation period مش مطلوب زي ما حكينا بيقول لك بنزل اللي بالستول من فتره من اسبوعين لثلاثه قبل الاعراض قبل الجندس ما يصير معي جندس. يعني مثلا صار معي جندس مثلا مع مريض بقول لك انا الاسبوع الماضي صار معي جندس بقول لك انا لك انت ثلاث اسابيع بتطلع لي جندس وانت اليوم وقفت الجندس عجبتكم عارف المثال معجوب. جاني مريض اليوم تعرض لهيباتايتس اي بقول لك انت من هون لاسبوعين لثلاثه ما راح يطلع معك جندس لسه ما راح يصير معك جندس بس ايش راح تطلع لي الهيباتايتس اي راح تعمل له شد بالستول تمام. بعد ما يطلع لك الجندس راح تستمر برضو عملية الشد بالستول لمدة أسبوع تمام. الانفكشن سكيتد وذ بور هايجين وسانيتيشن يعني النظافة الشخصية أو انجشن بالستيمد شيلفيش. هي الدكتورة حطت لنا صورتها هون تقول لك يعني إنه إحنا بنأكل ستيمد شيلفيش. طبعا ستيمد شيلفيش من كذاب أنا كنت أحكي أسكر كذاب أنا كنت أخلي أذوقعكم مقلب يعني بس من أسوأ الأكلات الممكن تمر عليكم يعني هيك بتأكلوها هيك سادة هي طبعا. هيباتايتس A tends to cause febrile illness اللي هو مرض الحمى ممكن يسبب لك فيفر جندس نون سبيسيفيك سيمتومز شو بدنا سبيسيفيك سيمتومز فاتيج ولوس اوف ابيتايت تمام. يعني الهيباتايتس A شو راح يعمل لي حمى راح يعمل لي مرض الحمى اللي هو febrile illness جندس تمام الاصفرار تبع العين او اصفرار الجلد يعني الواحد بتشوفه انت مصفرين وكون يعني elevated levels of jaundice أصلاً أنا بكون عندي فبتسمى jaundice من أسبوع non-specific symptoms منهم fatigue loss of appetite هو small وهذا الحكي غير مطلوب من قبل أنا على الدكتورة. شو الباثوجينيسيس تبع الهيباتايتس A بيقول لك أنا عندي إيش cellular immune response بيكون بالليفر بناء على cytotoxic T cells involving cytotoxic T cells he plays a role in hepatitis A mediated hepatocellular injury هذا الباثوجينيسيس تبع الهيباتايتس. طيب بالهيباتايتس A أنا عندي قلنا no chronic course أنا عندي بس acute course يعني أنا عندي بس acute diseases تمام. فزي ما احنا عارفين ال acute diseases always associated with IgM تمام. برضو زي ما حكينا أنه أنا قبل بسبوعين إلى ثلاثة ما بيكون أنا عندي فيتال بعدين أنا ببلش أنا عندي total anti الانتيبادي تبع الانتيبادي تمام. ال IgM بيكون ببلش يطلع معاه ف
زي ما حكينا against IgM antibody against hepatitis A virus appears in the blood at the onset of symptoms. أول ما يطلع اللي أنا عندي جوندس يصير معي جوندس مباشرة أنا بطلع اللي IgM و reliable marker للacute infections زي ما حكينا أنه مباشرة بس أنت تشوف IgM عند الشخص بتقول لك أنت معك acute infection. تمام؟ The IgM responses usually declines in a few months followed by the appearance of IgG. يعني خلص بقول لك انا بستبدل الاي جي ام اي جي جي بعد عده شهور او لسنوات ما عندي انا كرونيك ما صار انه كرونيك تحول اي جي جي لا بس علشان يعمل لي لايف لونج اميونيتي مناعه مدى الحياه. الهباتيتس بي فيروس الهباتيتس بي فيروس بقول لك فاريس وايدلي راح يختلف اختلاف تام يعني عندك اكثر من كلينيكال كورس يعني عنده اكثر من ايش كورس يمشي فيه ويسبب فيه الامراض زي ايش بقول لك ممكن يعطيك اكيوت هيباتايتس مع ريكفري وكليرنس اوف ذا فايروس خلاص اكيوت ونو كرونيك كورس ومباشره زيه زي مين هذا بذكرنا هيباتايتس ايه نان بروجريسيف كرونيك هيباتايتس ممكن انه يسبب لك كرونيك هيباتايتس وخلاص ويوقف اكثر من هيك بقول لك انا بديش اضرك ممكن يسبب لك بروجريسيف كرونيك ديزيز اندينج ان سيروسيس يعني يعطيك كرونيك ويعمل لك تشمع بالكبد يعمل لك سيروسيس ممكن انه يعطيك فولمينانت هيباتايتس وراح يعمل لك ماسيف ليفر نيكروسيس لان اصلا فولمينانت اسوشيتد وذ نيكروسيس فانه يقتل لك الليفر تماما ممكن يعمل لك ان اسيمباتوماتيك هيلثي كارير ستيت انت ما عليك اعراض ولكن بتعدي الدنيا وهي اخطر وحده لانه انت بتعطب الدنيا حرفيا تمام زي إذا بتتذكروا بكوفيد بشهر 4 أو 5 برمضان أظن شهر 5 كان كوفيد بداية كوفيد اللي هو أول شهر 5 بكوفيد كان سايق المعبر جابر اللي إجا وعطب الدنيا وعمل عزائم زي هيك بالضبط عدد الدنيا عطب الدنيا كان فوق 100 أو زي عرس إربد بكوفيد عطب الدنيا فوق 300 إصابة كان تمام فهو زي هيك الأكيوت إنفكشن تبع الهيباتيتس بي ممكن حكينا سب كلينيكال ريكفري او اكيوت هيباتيتس غالبا ريكفري وهذا الشيء برضه موجود زي ما حكينا هون الاكيوت هيباتيتس وذ ريكفري تمام وشو اسمه ممكن يتحول للفولمينانت وحكينا الواحد برسنتج يعني زي ما احنا شايفين انه نادر الهيباتيتس اي او الهيباتيتس بي انه يتحول للفولمينانت انه نادر جدا انه هي هذا بقول لك هون نسبه ما اقل من 1% وحكينا بالهيباتيتس اي ريرلي فزي ما احنا شايفين انه فولمينانت هيباتيتس احنا نادر ما نتحول له فاذا صار معي فولمينانت انه يصير معي الكروسس هل من ممكن انه انا يضل عند الليفر لا بقول لك مات الليفر فانه يا اما يؤدي لي اذا ما عملت شيء من راح يعمل لي ديث او انه راح نعمل لازم لنا ترانسبلانت نعمل زراعه اعضاء اكوت انفكشن may progress to chronic حكينا chronic rarely undergoes recovery rarely كثير مش شوي تمام من الممكن انها تعمل cirrhosis وهي الافضل وهي يعني مش الافضل وهي النسبه الاعلى عفوا او تعمل لي hepatocellular carcinoma وطبعا يعني شوف انت كيف يعني سبحان الله يعني بقول لك يعني اذا صار معك حتى لو معك cirrhosis تمام راح اعمل لك hepatocellular carcinoma معك hepatocellular carcinoma راح اعمل لك cirrhosis يعني لا يكاد أن يفترقوا زي ما عملت إشي أنا لهذا الأمر راح يعمل لي death أو إذا بدي أتصرف لازم أنا لازم ليش transplant transmission contaminated needle or syringes يعني وهاي أكثر إشي بيصير بالميديكال فيلد بين الدكاترة والممرضين إنهم هيك بيصير معهم hepatitis B تمام sexual transmission organ or tissue transplantation علشان هيك إحنا لازم نفحص جميع نفحص الريسيبيانت ونفحص الدونر mother to baby وبلد ترانسفيوجن علشان هيك برضو اذا انت بدك تتبرع بدم علشان هيك هاي خطيره جدا الاسيمباتوماتيك اللي معاه كرونيك او معاه اكوت انفكشن واسيمباتوماتيك تمام هذا شيء بس انه نعرف انه دي ان اي فيروس ولا شيء من هذول بس بدنا نعرف انه دي ان اي طبعا انا عندي سيرفيس انتيجين وعندي ايش كور انتيجين الدكتوره ركزت عليهم نيوكليوكاسبيد الكور انتيجين اللي هو سي اي جي هيباتيتس بي هنا تحت في سي انتيجين تمام الانفلوب جلايكوبروتينز وهذا الاشي بيكون سيرفيس انتيجين بيقول لك انه انا عندي بوليمريز بول والدي ان اي بوليمريز اكتيفيتي
تمام للاندر فيرس ترانسكريبتيز اكتيفيتي هاي هي والاتش بي اكس بروتين هباتيتس بي اكس بروتين ريكوارد للفيروس ريبليكيشن بيحتوي لي على معلومات انه يعمل لي ريبليكيشن. الكورس اوف ذا ديزيز زي ما احنا شايفين انه انا من ممكن انا يكون انا عندي اكيوت ديزيز يختفي فتره تمام او يختفي فتره ويعطيني كرونيك، او من ممكن انه انا يعمل لي اكيوت كورس وبعديها ريكفري تمام. وزي ما احنا شايفين زي ما احنا عارفين الاكيوت ديزيزز انه السيمتومز تبعته عباره عن جاندس تمام تمام. واذا اخذ اكيوت كورس راح يعطيني لايف لونج اميونيتي تمام، راح يعطيني لايف لونج اميونيتي. اما الكرونيك كورس فانا بختفي لي لعده شهور ممكن سنوات، يعني ممكن انك تنصاب انت واثناء طفل ويرجع لك كرونيك كورس وانت ادلت تمام. هاي هي معظم الامور اللي حكت عليها الدكتوره، يعني ما ركزت كثير بالامور هاي لانه كله مذكور بالسلايدات اللي قبل. هيباتيتس بي بقول لك نوت دايركتلي هيباتوتوكسيك، يعني مش بشكل مباشر هو هيباتوتوكسيك. ليش؟ لانه الانجري ميدييتد باي سايتوتوكسيك، هذا حكينا الباثوجينيسيس اتاكينج انفكتد سيلز. يعني باختصار حسيت اني عجبت الدنيا، بقول لك باختصار انه الهيباتيتس بي هو مش اللي بضر الكبد، لا، بقول لك الهيباتوسايت انجري بتصير من انه يجي السايتوتوكسيك تي سيلز تروح تهاجم لي الانفكتد سيلز، هنا انا بصير انا عندي الايش الهيباتوتوكسيك. يعني بقول لك الهيباتيتس بي والله انا مسكين انا ما انا مش بسبب مباشر انا بضر لك الكبد، بقول لك كيف؟ طيب كيف يعني مش مباشر؟ بقول لك انا ما بضر، بس لا انا بجيب ناس يضر بيتي فبالتالي علشان يهدوا علي، عرفتوا؟ بقول لك البيشنت ايج وتايم اوف ذا انفكشن بس بريديكيتر للكرونيسيتي، يعني كل ما انا اكتشفته ابكر كل ما انا عالجته بشكل افضل. ان جنرال يانجر ايج للهيباتيتس بي انفكشن هاير ذا تشانس اوف كرونيك انفكشن، ها يعني كسر القوانين. مثلا احنا كنا عارفين انه مثلا الصغار عندهم مناعه افضل من الكبار، بس بقول لك انه بالهيباتيتس بي بقول لك لما انت تاخذه على عمر صغير راح يصيبك الكرونيك كورس بشكل اكبر، او انه والله انت راح مثلا في احتمال انه انت تتضرر بشكل اكبر من وانت ادلت تمام. التريتمنت للهيباتيتس بي بقول لك فارل بوليميريز انهبيتورز اللي بيعمل ريفرس ترانسكريبتيز اند انترفيرونس كان سلو ذا ديزيز بروجريشن بات نو كومبليت ريكفري، ما بمحي انا الهيباتيتس بي، انا بس بعمل سلو بروجريشن اوف ذا ديزيز. اما الهيباتيتس سي، الهيباتيتس سي اللي هو اعطى النوع ممكن انا يصيب انا عندي الليفر تمام. الموست كومن ريسك فاكتور ار انترافينس دراج ابيوزرز مدمنين المخدرات، مالتيبل سكس بارتنرز having had surgery within the last 6 months، بيقول لك انه ممكن انه صار انا عندي contamination during the surgery، needle stick injury يعني blood يعني انه انتقل عن طريق البلد، يعني انا والله مثلا غزيت مثلا مريض ابره تمام، هذا المريض معاه hepatitis C فاجت الممرضه بدها تحط الكاب على الابره فهي misplaced وراحت غزت اصبعها، مبروك معك hepatitis C زي هيك حرفيا، يعني انت شوف my honest mistake بعمل لك هيك شيء تمام. multiple contacts من HCV انا HCV infected individual، يعني اذا عملوا مثلا اذا صار انا عندي multiple sex partners intravenous drug abusers حولوهم فوق بعض، يعني تجمعوا مع بعض يعني اكثر من عده مرات، يعني بقول لك مره الاولى مثلا والله حميدي، مره ثانيه حميدي، بس خلاص مره ثالثه تراكم انا عندي antigens فبالتالي خلاص اعطاني disease تمام. يعني اللود كان قليل ما عمل لي انفكشن، اللود برضه تراكم بس برضه لسه ظل قليل، بس اللود الثالث خلاص اعطاني اللود المطلوب علشان يعمل لي ايش ديزيز او باثوجينيسيس. prenatal transmission from the mother، يعني بقول لك انه يعني from the mother to the fetus. الاتش زي ما هنا حكينا انه بس بدنا نعرف انه ار ان اي فايروس تمام، عنده acute disease ريكفري وبرضه عنده ايش كرونيك ديزيز، يعني عنده كرونيك كورس تمام. ما عندي انا هنا سيرفيس انتيجنز زي ما يعني هاي العجقه اللي هنا، ما عندي سيرفيس انتيجنز، هاي كانت العجقه الرسميه، بقول لك انا عندي ار ان اي بس، يعني نو انتيجن اون ذا سيرفيس اور كور، يعني ما عندي كور انتيجنز او كور انتيجنز سيرفيس انتيجنز او كور انتيجنز عفوا، بقول لك بس ار ان اي ويتش جيتس اليفيتد تمام، بس الار ان اي اللي انا بصير انا عندهم اليفيشن تمام. والكرونيك كورس هنا مثلا بقول لك نزل وطلع وخلص واختفى وراح صار عنا عندي ريكفري، اما الكرونيك ديزيز لا بيظل مستمر تمام، بيظل ايش مستمر. الهيباتيتس دي فيروس بيقول لك يونيك ار ان اي فيروس ديبندنت باللايف سايكل تبعته اون هيباتيتس بي، ليش؟ لانهم مرتبطين مع بعض، ف
فالهيباتيتس فكو انفكشن للهيباتيتس دي اند اتش بي في يعني مرتبطين مع بعض، او سوبر انفكشن للكرونيك هيباتيتس بي باي اتش تي في يعني ممكن ان يعني بقول لك مرتبطين مع بعض، يا اما هذا بيجي على هذا او هذا بيجي على هذا. اما يعني اذا بدي يجي الدي مع مريض هيباتيتس بي بيقول لك لازم يكون كرونيك. تمام تمام. هيباتيتس اي فيروس بنتذكر انه الهيباتيتس اي بنتقل عن طريق الفيكال اورال. تمام. ووتر بورن انفكشن بروديوسز سيلف ليميتنج ديزيز زيه زي الهيباتيتس اي، بيقول لك انت في حالك يعني ما راح انا اطور لك الوضع واذيك بشكل كبير. تمام. ار ان اي الفيروس انفكتد يونج تو ميدل ايجد ادلتس، راح يصيب انا عندي اليونج تو اليونج للميدل ايجد ادلتس. زونوتونيك ديزيز ليش؟ لانه الزيرفير تبعه مونكي كاتس بيجز ودوجز. تمام. فاذا انت مثلا رحت على زو فبالتالي مثلا انت قربت من الكيج تبع المونكي، فمن الممكن اذا انت مسكت الكيج ممكن انت يصير معك هيباتيتس اي انفكشن. ليش؟ لانه والله فيكال اورال الترانسميشن تبع هذا الاشي. تمام. وهاي مورتاليتي ريت امونج بريجننت، يعني اذا انت بريجننت فراح يكون يعني اذا انت بريجننت راح لا سمح الله ومثلا تعرضت لهيباتيتس اي فراح يكون في ايش هاي مورتاليتي ريت. طيب الفرق بين الاكيوت هيباتيتس والكرونيك هيباتيتس بما يتعلق بالهكساجونال ستراكشر تبع الايش تبع الليفر. بنقول لك الاكيوت هيباتيتس هاي انا عندي البورتر تراكت وين عندي السنترال فين، هاي في المنتصف هاي بالطرف تمام لهون. تمام. بقول لك شايفين المسافه هاي اللي هي المسافه اللي هون يعني بين اي بين السنترال فين وبين مثلا البورتال. تمام. مش شرط انه هون بحال ما انا باشر بورتال، ولكن يعني بكون انا عندي عده اختلافات بالخلايا، زي انه يصير انا عندي بالونينج وديجنريشن، اختلاف يعني الخلايا كبرت وبتتحلل بعدين. بقول لك ممكن يصير انا عندي ابوبتوسس، ماكروفيجز تمام، وكوليليستيسيس يعني انها تحتوي على بايل او تسكر اللي المجرى. تمام. كوليليستيسيس. تمام. اربع شغلات بتصير في الهكساجونال ستراكشر تبع الايش تبع الليفر في البايوبسي في الاكيوت هيباتايتس. لما احنا ناخذ بايوبسي شو هو؟ بقول تقول لي سكانت او يعني هاي بالبورتال تراكت، انا بدي في الداخل هنا، فانت بتقول بالون، هاي ما ركزت عليها دكتوره، بالونينج ديجنريشن، ابوبتوسس، ماكروفيجز اجريجيتس، وايش ما راح يصير انا عندي كوليليستيسيس. اذا بدي اضيف خامسه فهي بتصير بالبورتال تراكت تذكروا، فهي سكانت مونونوكليير انفلتريت. تمام. هاي للفولينانت بتصير هيباتيتس، فولينانت هيباتيتس. وهاي انا عندي للاكوت هيباتيتس انا بصير انا عندي هون انا عندي ايش، انا عندي هون ماكروفيجز اجريجيتس. تمام. ماكروفيجز اجريجيتس. بالنسبه للكرونيك هيباتيتس انا بصير انا عندي بين السنترال فين والبورتال تراكت ايش بنسميه بريدجنج نيكروسس او بريدجنج فايبروسس. تمام. يعني على طول بين السنترال فين والبورتال تراكت. طيب نشيل مثلا الحكي هذا وبدي اشوف شو في داخل الخلايا شو بصير انا عندهم. بنقول لك بصير انا عندهم بالنسبه للهيباتيتس بي في حالات الكرونيك انفكشن راح يكون انا عندي جراوند جلاس ابييرنس. في حالات الهيباتيتس سي انا راح يصير انا عندي فاتي تشينج يعني راح يعمل استياتوسيس. تمام. وكالعاده لمف ابوبتوسس مايكروفيجز ولمف، بس انه نضاف انا عندي ايش لمفوسايتس. فتذكروا بالنسبه للهيباتيتس سي انا بكون انا عندي جراوند جلاس سيلز، يعني اذا انا بدي افرق بين الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي انسى الانتي بودي والانتيجين والسيرولوجيك تيستنج كامل. بقول لك بالنسبه اسا هيستوباثولوجي كيف بدي افرق، بدي اميز انا بين مثلا الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. بتقول لي اذا انا شفت جراوند جلاس سيلز تمام انا راح احكي انه هذا هيباتيتس بي، اذا شفت انا فاتي تشينج فانا بقول هذا هيباتيتس سي. تمام. هنا هيباتيتس سي عندي كثير انا عندي دنس لمفويد انفلتريت لمفوسايتس. انا هنا بطلع، انا والله بطلع هون بقول انا مباشره انا عندي جراوند جلاس هيباتوسايتس، فانا اقول انه هذا مباشره كرونيك هيباتيتس بي. تمام. نيجي لاخر موضوع احنا عندنا بالمحاضره، الكوهوليك ليفر ديزيز. الكوهوليك ليفر ديزيز بيقول لك انه انا excessive ethanol consumption اكثر من 60 excessive alcohol consumption بيمثل اكثر يعني اكثر شيء بالنسبه للليفر ديزيز كرونيك ليفر ديزيز للويسترن كونتريز. تمام. و40 ل 50% death for to cirrhosis يعني بتحول لسيروسس. طبعا الارقام غير مطلوبه. بقول لك الشورت تيرم انجشن لاقل من 80 ملغ، يعني بقول لك مثلا والله لاربع ايام، يعني مثلا والله واحد قاعد بيعمل سيلبريشن انه والله got a promotion
راح احتفل مثلا one مع الجيرفرند، ثاني مثلا اشي راح احتفل مع الاهل، بعدين راح احتفل مع الفريندز مع اصحابه. فانه مثلا مرت عليه 3 4 ايام انه قاعد اكسسيف الكحول ايثانول كونسومشن او الكحول كونسومشن، تمام. راح شو راح يعمل له؟ راح يعمل له طبعا 80 جرام بير دي، فراح يعمل له مايلد ريفرسبل هيباتيك تشينجز. يعني خلص انت وقفت مثلا، اذا انت بتحتفل والله من يوم الجمعه ليوم الاحد، فانت صحيت يوم الاثنين، عندك دوامات، عندهم دوامات يوم الاثنين، فانت امورك تمام. خلص بعد ما تقطع فتره امورك ايش بترجع للوضع الطبيعي. اما اذا انا عندي كرونيك انتيك هاي حياتك بشكل دائم، فراح انا يكون انا عندي بوردر لاين ريسك فاكتور للسيفير انجري. الومن معرضين اكثر، يعني النساء معرضين اكثر انهم يصيبوا هيباتيك انجري من وراء الالكوهول اكثر من المن. ليش؟ لانه عندهم ليس ميتابوليزم. الرجال عندهم الميتابوليزم بشكل اكبر او بشكل اعلى، يعني عمليات الايض هم عندهم اكبر بالنسبه للرجال، اما الومن عندهم اقل. فلهذا انه انا عندي ليس ميتابوليزم انا بصير انا عندي الايثانول، فبصير لي اكيوميليشن، فبالتالي بيعمل لي ايش؟ انجري للليفر. انا عندي نورمال ليفر، من ممكن انه يتعرض لثلاث امور: هيباتايتس، سيروسس، ستياتوتس. ستياتوسس عفوا، تمام. الستيتوتس يعني ايش؟ يعني فات تشينج، يعني انا عندي ترايجلسيرايدز او عندي انا عندي كوليسترول بالليفر. زي ما احنا شايفين اي شيء ابيض هو راح يكون عباره عن الايش؟ عن الفات، تمام. اما عن الهيباتايتس، الهيباتايتس فاحنا زي ما احنا شايفين هنا هاي هي صوره عن الهيباتايتس. راح يكون انا عندي ليفر سيل نكروسس، راح يكون عندي انفلاميشن، راح يكون عندي مالوري باديز. ايش هي المالوري باديز؟ بقول لك هي عبارة عن انه انت زي ما انت بتطلع هنا انه انا بشوف انه والله انا عندي في داخل الصورة استدلالي انه انا والله معي هيباتايتس عبارة عن طريق المالوري باديز، يعني انا في حالة انفلاميشن، تمام. بكون انا عندي فاتي تشينج زي ما احنا شايفين، بس مش بفاتي تشينج بالقدر تبع الستيتوسس. ستيتوسس بقول لك انت كلها ابيض بتشوف خطوط بس زهرية، بس هنا بقول لك لا انا بشوف بس دوائر بيضاء، فهيك انت بتفرق، تمام. بكون انا عندي فاكيولز وديجنريشن للسيلز، بكون انا عندي هي الفاكيولز والديجنريشن زي ما احنا شايفين مؤشر لهم بالاسهم، تمام. صار عندي ريبيتد اتاكس بالنسبه للهيباتايتس، صار انا عندي كونتينوس اكسبوجر للستيتوسس، ممكن يسبب لي سيروسس. السيروسس بقول لك انا بصير انا عندي هيباتيك بارينشايما ترانسفورم او ترانسفورميشن، وين بيصير؟ بصير عنده ريجنريتيف فايبروتيك نوديولز، بتتحول بفايبروس تيشو، بتكون محاطه بفايبروس تيشو، بتتحول الى فايبروس تيشو بعض الخلايا، او يعني بتتدمر يعني باختصار، تمام، وريبليسد باي فايبروس تيشو. فهذا هو السيروسس. هيك خلصت محاضرتنا، مش ناسيكم. نرجع للسؤال، تمام. محاضره سهله يعني بصراحة، بحسها لحد هسه أسهل محاضرة في الباثولوجي. كيف نحل هذا السؤال بعد ما إحنا درسنا المحاضرة؟ تقرأ السؤال كشخص أنت دارس هاي المحاضرة، بتصير تقول والله 27 سنة، حلو، مع ملاجية فتيك لوسوفابيتايت. بقول مهند، بتذكر أنا هون حكالي إنه والله بصراحة هذول الثلاثة indication mostly، يعني بالنسبة لمادتنا إحنا جي آي تي، indication لإيش؟ هيباتايتس. حلو، بخلي الهيباتايتس ببالي، تمام. بعديها بقول لك لوسفابتايت 3 ويكس افتر ا ميل ات كافيه. اها، يعني احنا شايفين انه هون انه هذا ايش صار؟ انا عندي بويزنينج، صار انا عندي انفكشن من وراء هاي الشغله. طب انت مباشره بتقول افتر ميل كافيه، يعني بتقول لي عن طريق الاكل. طيب يعني هذا فيكال اورال، صح ولا لا؟ اها، حاليا انا ببالي هيباتايتس اي، هيباتايتس اي لانه بسبب هذول الشغلتين. بيقول لك دارك يورين ومعه سكلير اكتيرنس ورايت ابر كوادرانت تندرنس، يعني هذول طبعا الجندس، يعني شغلات الجندس اللي بسبب اللي واحده من اعراض الهيباتايتس، تمام. انسى هاي الامور، نوقف لهون. بيقول لك معه جندس، خلاص مباشره انا عندي ليفر. طيب اي واحد شو يعني؟ بيقول لك معه جندس، طيب اي يعني مثلا بدي انا اجاوب بزياده، اقول لك طيب اي واحد؟ بتقول لي فيكال اورال، معاه فتيق ماليزيا، تمام، ومعاه دارك ستول، فانا راح اشك غالبا بهيباتايتس اي. بقول لك بالضبط غالبا هيباتايتس اي، في حال انه مثلا اذا ما اعطاني طبعا دليل ثاني فهو غالبا هيباتايتس اي، وكنت باسبل هيباتايتس اي لانهم
يعني ما فرق السلايدات، ما فرقت بصراحه بيناتهم، بس يا هيباتيتس اي يا هيباتيتس بي، او انه الجوز يعني ليش انهم فيك الاورال، عندهم ليزا فتيكا لوس اوف ابتايت، وعندي جاندس سيمتومز. تمام، الله يعطيكم الف عافيه، وهيك بنكون خلصنا المحاضره. طلع ممتاز، لسه طايل 10 دقائق للفطور، والله انجاز، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تستفيدوا باذن الله تعالى بعد الفطور. انا شخصيا بدي ادرس محاضره الفارماكولوجي، وبعدين على خير اسجل لكم اياها. الله يعطيكم الف عافيه، ساعدونا بتبييض الفسيولوجي ما عليكم. ها الله يعطيكم الف عافيه، ودمتم سالمين، صياما مقبولا وافطارا هنيئا. المره هاي جد صياما مقبولا وافطارا هنيئا لانها اقرب شيء. الله يعطيكم الف عافيه ودمتم سالمين، ولا تنسونا في صالح، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام علينا وعليكم.